من غزة إلى تحية، غزة إلى تحية، من غزة إلى تحية، غزة إلى تحية، ولفلسطين الأبية، فلسطين الأبية، لفلسطين الأبية، فلسطين الأبية، من غزة إلى تحية، غزة إلى تحية، من غزة إلى تحية، غزة إلى تحية، لفلسطين الأبية، فلسطين الأبية، لفلسطين الأبية، فلسطين الأبية. واحد الشعار الأحداث التي وقعت في اليوم الباري، هذا الشعار هو لكتائب القسام كلنا. حيوا الكتائب، حيوا الكتائب، حيوا الكتائب، تمشي ما تخاف، تمشي ما تخاف، تعمل عملية، تعمل عملية، تقتل جنود، تأسر جنود. حيوا الكتائب، حيوا الكتائب، ويا عياش هات هات، يا عياش هات هات، ويا عياش هات هات، ويا عياش هات هات، وسيارة مفخخات، سيارة مفخخات، وسيارة مفخخات. حنايا نضمنا هذه الوقفة المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف القاسية والخطيرة اللي كتعيشها المنطقة واللي كتعيشها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية دائما كانت هي نبض الشعب المغربي، هي بوصلة الشعب المغربي. الفلسطين والأقصى ليس شيئا طارئا وجديدا على الشعب الفلسطيني. ثم هناك كانت حارة المغاربة التي دمرها الاحتلال عن بكرة أبيها بعد احتلاله القدس الشرقية 1967، وكانت باب المغاربة التي استولى عليها الاحتلال وأصبح يستخدمها للأسف في اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى. ما يقع في المنطقة الآن هو سببه هو الإجرام الصهيوني، الاحتلال الصهيوني، المجازر الصهيونية، الظلم الصهيوني، الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى الذي هو مكان عبادة المسلمين. وأتساءل لو أنه اقتحم مكان عبادة آخر غير المسجد الأقصى، لو اقتحم مكان عبادة اليهود، لو مكان عبادة أخرى، ماذا كان سيحدث في العالم؟ العالم كله كان يشاهد المسجد الأقصى يقتحم وهناك خطة ومخطط لهدمه والجميع صامت. والآن مطلوب من الشعوب العربية أن تنهض عن بكرة أبيها لتسند الكفاح الفلسطيني في اتجاه التحرير الكامل والشامل للأرض الفلسطينية. احنا معاك في القضية، احنا معاك في القضية، يا اسماعيل يا هنية، يا اسماعيل يا هنية، احنا معاك في القضية، احنا معاك في القضية، يا اسماعيل يا هنية، يا اسماعيل يا هنية، احنا معاك في القضية، احنا معاك في القضية. نحضر في هذه الوقفة الاحتجاجية، الوقفة الداعمة للقضية الفلسطينية، نجسد فيها دعمنا اللامشروط للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية المؤمنين جميعا وقضية عقدية. ما يمس الفلسطينيين يمسنا، ونبرهن عن فرحنا للعملية البارحة، عملية الناجحة، وندعم الفلسطينيين في توجههم توجه المقاومة، ونعتزم ونظن ونعتقد أن المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير فلسطين من هؤلاء الشرذمة حتى طردهم من قضية من فلسطين جميعا. ولو أعدموا لفلسطين، فلسطين طبعا هذا استجمل هذه الدعوه ديال المجتمع المدني باصيله طبعا لنصره الكفاح الفلسطيني اللي عانى وقاسى كثيرا
من ظلم الاحتلال الذي عمر طويلا طويلا جدا. ونحن طبعا دائما كنا إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني، ووقعت أحداث ومتغيرات كانت كلها تحاول أن تفرض الأمر الواقع، لكن هذه الانتفاضة وهذه الأحداث الأخيرة التي حدثت أعطت صورة أخرى، صورة الحقيقة أن ما ضاع حق المرأة والطالب، وأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وأن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد للحصول على الاستقلال، لأنه سنين كانت طويلة جدا من المفاوضات لن تجلب إلا الأسى والحزن والدمار، ليس للشعب الفلسطيني وحده وإنما للأمة الإسلامية في العالم. لذلك فنحن نساند إخواننا في فلسطين ونساند الكفاح المسلح الذي نعتقد هو الحل الوحيد مع هذه الحركة الصهيونية التي أساسها هو الاحتلال والظلم والاستبداد. وشكرا. قولوا انتشار السلام فلسطين عربية، الله أكبر، الله أكبر.